3 دقايق، انا لا ادعي المعرفه، كل كلامي مجرد نظريات تحتمل الصواب او الخطا وليست ماخوذه من مصادر موثوقه. This video is not intended for children and is not related to anything related to children. في 3 دقايق انا وانا العليا. لو هنيجي نتكلم عن انا العليا علميا، هنشوف واحد اسمه سيجموند فرويد. العالم ده قسم النفس الى 3 اشياء: انا العليا، انا الهو. وجه لما عرف انا العليا علميا قال الانا العليا هي شخصية المرء في صورتها الاكثر تحفظا وعقلانية، حيث لا تتحكم في افعاله سوى القيم الاخلاقية والمجتمعية والمبادئ، مع البعد الكامل عن جميع الافعال الشهوانية او الغرائزية. ويمثل الانا العليا الضمير، وهو يتكون مما يتعلمه الطفل من والديه ومدرسته والمجتمع من معايير أخلاقية. والأنا العليا مثالي وليس واقعي، ويتجه للكمال لا إلى اللذة، أي أنه يعارض الهو والأنا. ده تعريف علميا. ولو هنعرف دينيا أو هنتكلم عنها دينيا، هنقول هي الوازع الديني أو واعظ الله في قلب كل إنسان، أو ممكن نقول عنها النفس اللوامة. ده كله تعريف الأنا العليا. طب لو هنتكلم بقى كلام مصاطب عشان تفهموا بقى، هنقول إن هي الصورة المثالية لنفسك، أفضل صورة ممكن تشوف نفسك فيها، خيالك عن نفسك. أنت متصور نفسك المثالية إزاي؟ كإنسان مثالي لا يخطئ في حياة مثالية، الصورة الكاملة المثالية كما تريد وكما توافق قيمك ومبادئك. طيب لو هنتكلم بقى عن الانا، احنا كده خلصنا الانا العليا، نتكلم عن الانا. الانا هنقول هي حالتك الحقيقية الواقعية بدون مثاليات ولا خيال. طب الهو ايه هو الهو؟ الهو بتمثل رغباتك المكبوتة وشهواتك بدون عقلانية بقى ولا مثاليات، هي مجرد رغبات وشهوات، وبيتدخل فيها الشيطان وممكن النفس الامارة بالسوء. يبقى كده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان انا العليا هي الصورة الخيالية عن نفسك المثالية كما تتمناها، وانا هي واقعك وحقيقتك الان. طب والهو؟ الهو هي شهواتك ورغباتك الغير مشروعة. ويقال ان معظم المشاكل النفسية بتيجي من الفرق الكبير بين انا العليا اللي هي قيمك ومبادئك وخيالك الذي تتمناه، وانا اللي هي حقيقتك الفعلية. يعني مثلا روحانيا هنعمل مقارنة ما بين انا العليا وانا، انا العليا اللي هي خيالك الصورة اللي انت شايفها عن نفسك، وانا اللي هي حقيقتك. روحانيا مثلا تشوف نفسك روحانيا بتصلي جميع الصلوات في الجامع، نفسك مطمئنة، انسان كويس وصالح، تلاقي بقى حقيقتك ايه؟ لا ما بتصليش ومش سعيد. طب صحيا شايف نفسك رياضي قوي بتلعب رياضة وزنك مثالي، حقيقتك بقى ايه الحقيقية؟ تلاقي نفسك يا اما تخين قوي يا اما رفيع قوي، وزنك مش مثالي، ما بتلعبش رياضة اصلا، لما بتطلع السلم بتنهج. طيب اقتصاديا شايف نفسك غني، معك فلوس، معك عربية، معك شقة، حقيقتك بقى تلاقي نفسك بتعتمد على المرتب، ده لو انت بتشتغل اصلا تعتمد على المرتب والمرتب ما بيكفكش لاخر الشهر. طيب مهنيا شوف شايف نفسك مدير او نمبر واحد في الشغل او عندك مشروع كبير، والحقيقة اللي هي انا تلاقي نفسك موظف كحيان والمدير بيحط عليه. طيب اجتماعيا شايف نفسك اجتماعي ذو كاريزما، لما بتتكلم كل الناس بانظارها بتتجه ليك، الحقيقة اللي هي انا تلاقي نفسك انطوائي وبعيد عن المجتمع، ما بتعرفش تتعامل مع المجتمع. طب عاطفيا شايف نفسك متزوج مثلا وسعيد في زواجك وزوجتك صالحة او زوجك صالح، طب الحقيقة تلاقي نفسك عندك 35 سنة ولسه ما اتجوزتش. الفروقات دي بقى هي اللي بتعمل المشاكل النفسية، تبقى مش قادر تتقبل حقيقتك اللي هي انا، لانك شايف نفسك في خيالك انا العليا المثاليات او الصورة اللي انت شايفها عن نفسك، وعايز توصل لانا العليا ومش عارف. اللي هو بقى هي رغباتك المكبوتة بسبب الفرق الكبير بين انا وانا العليا. المفروض انا تكون ميزان توازن بين مثالياتك وشهواتك ورغباتك في صورة حقيقتك. يعني ببساطة انا بتقعد الاتنين مع بعض، انا العليا والهو، بتقعدهم مع بعض وتخليهم يتفقوا على حاجة الاتنين يرضوا بيها. كلام تقيل صح؟ كفاية كده عليكم.